مانتا وحان ربا إنا كلو ذا وعمل إلهي جعلي هاي أن بيذي سأو كؤماني ذاتك وناكسن أو كؤماني إنتا كلمة أهاني حدا سميست وحول بو إلهي كسينا يا دوينا كوسينا يا وكجعلانا يا كوحفذينا يا عذاب القبر وكا إلالنا يا نارتنا وكا إلالنا أهل الجنة إن شاء الله تعالى أتقنيسك عمل كاس محوية هي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لها إلهي درتيس وجعلها ميل والبدون كاتك جوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة دي طبن يو أفراد أو برنامج كي سنين لها أها أعمال أما أقوال إلهي جعلي هاي كوجع لانا يا هداس ميسي هدو كوجع لانا كحفظنا يو نارت أو كابد بادنا يو كودن بدافا يو جنن أو كقلنا إن شاء الله تعالى عمل كان ربنا ما أنتنا كل وذا وحوى التوكل على الله إناد إلهي تلسارتي أرن كان توكل كل على يالو دتك وحيكين سدح قيبوا قارن وح توكل نبى معتقات سنحيو كله وحا وح ليزني ما وح وح بكم الجيراني كليين سكي لا هذا كصار الحين واي قارن وح ول بحيو كله توكلت على الله عملنا ما سمينا تاسن وح قلد واي تنلحظة أو قص حسن مرك وح واي التوكل على الله إلها تلا صارنا أسباب تنواق هذانا أسباب تنواق هذا توكل على ما ربنا إله سبحانه وتعالى قرآن كوشيلي إله سبحانه وتعالى وحول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلهي قفكي تلا صارت وحول بقوك كافنا أنبي ذا نبي محمد مركي إلى لهدا فإذا عزمت فتوكل على الله على الله لكن وحاكوه الرئيس مركور أسبابتي إنا سوق ذات وترى إذا قال محالي قبا هيا أني إنا صميه رسول صلى الله عليه وسلم لنا ويمدح يا رسول الله أتركها وأتوكل قيلو وتي قيل كأنا كتجمع اسكتوكل أو حير لا اعقلها ثم توكل على الله قيل كأنا مالك حرو كدي من إلهي تلا صاروا توكلكم عني سحواي إلها أنت تلا صارنا واي إلها تلا صار النساء إلهي إنا تلا صار في نوح لو باهي هواي قفك أسباب تقاضو لو باهي محل يجب باهي أنا جا وحنا باهنا إنا شقيستو محال على عجر هواي محل يجب إنا شقيستو إنا شقيستو إنا شق الراديو وإنا وحب برتو عرور أنا هواي سومن عرور إنه إلهي سي وحنا باهنا مرك إنا نجورس ذا إنا نجورس ذا وإنا رادس ذا جبر ونعكسن إنا رادس ذا هواي وحلو باهي مرك التوكل ك إلهي وطال صارنا لكن أسبابتي اللي جربي واسمينا الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وحو ليه التوكل وجماع الإيمان واهي إلهي سبحانه وتعالى وحر وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وإلهي تلصارته ذاتهن دد مؤمنين إلهي تلصارته ذاتهن دد مؤمنين إذن توكلك إلهي إلا تلصارته وحي كمتها دينتي كمتها إيمانك كمتها نبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وحكوي الحديث نسيف عن يسوع لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله حديث الصحة أد إلهي أتلا صار لهذين التوكل لهذين لرزقكم كما يرزق الطير وحو إذن أرزاق لها سدو شمبرت أرزاقه تغدو خماصا وتعود بطانا وحي بحيسا صبح إيضو علوش هذا فادئه علوش هذا من لعبت إسكول جينهين هبين كين وحيسون نقنيسا بطانا إيضو علوش هذا بوح بالله عليه شنبرت بنجي ما أفرا سوق مي هاي ستا ويبحيسا إلهي تلا صارت رزقي دونتي وحيسون نقنيسا إذا وحنتي شنبر ما عرت بحذي أو وحن نصون نقطة أما علينا صوعنت ما حصوعنت إلهي وحو أوتلا قاله أنتو إلهي أوتلا قال ويسوعنيسا سيدا درتيت وحا أباهنا مركينا إلهي تلا صارنو أعماش مركا سميني ستوكلتو على الله دي إلهي تلا صارو وناكستو سميني إلهي كنت تلا صارو أدينا أسباب تقاضو محال قارها بإنا سمي سمي إلهنا تلا صارو خير الله كسي جزاكم الله خير بارك الله فيكم إلهي سبحانه وتعالى هيدين حفظي الله نوفر ذي توكلك وعمل أذق واي دادك قارك وذا سيقال ذي أفهم سيهين لبقوا الله صوشيقني قارنا ما بيعتقاد سنة قارنا وحيو سمي توكل ما وحكا ما بجري كليين مي رسول صلى الله عليه وسلم أنه غفلا وون قادنا أي أسباب تو قادنا أي حد في غزوة بدر تقال كن وسود دي وسود يا جروبي تو إلهي وطلا صارت الدعاء ذي وسمي ساسلو بعين هل نحكي لهم بعنا خير الله يدين جزاكم الله خير بارك الله فيكم إلهي درس يدين جعل حي وينو سنين صوصات إلى سنين صوصات لا جارة وحال جارة بقى
كان إنا دقيستيد كووي هورو كفائديستيد واتكو عمل فشد ولا لها كلمة بس يقول بس خير الله كسي. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.